جهد سنوات من الدراسة مهدد بالضياع، رماد منثور في الهواء كما سجلاتهم التي أحرقتها الحرب. أكثر من 1,000,000 طالب يواجهون مشكلة بالحصول على أي مستندات أو وثائق تثبت تسجيلهم في الجامعات التي كانوا يدرسون بها بعد ضياع مئات الآلاف من الملفات والوثائق الأكاديمية أو تحولها رماداً. رغم تأكيد بعض الجامعات سلامة وثائق وسجلات طلابها، إلا أن أكثر من 60% من هذه المؤسسات التعليمية تعرضت للتخريب خلال الحرب، علما بأن عددها يقارب 280 مؤسسة. كما فقدت جامعات كبيرة مثل جامعة الخرطوم تصنيفاتها الأكاديمية المتقدمة خلال العقود الثلاثة الماضية، ما أفقدها فرص تحويل طلابها إلى جامعات أخرى خارج السودان. هذا ويعاني مئات آلاف الطلاب أصلا من ضياع أكثر من عامين دراسيين قبل الحرب بسبب إغلاق الجامعات المتكرر لأبوابها على خلفية الاضطرابات السياسية. تشاؤم لف الطلاب السودانيين الذين استبعدوا عودة الأمور إلى طبيعتها قريبا، نظرا إلى أن إصلاح الدمار الذي لحق بالجامعات سيحتاج سنوات ويكلف أكثر من 3 مليارات دولار. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.